خصوص موضوع دفاتر التحملات، فكذلك قدم السيد وزير السكنة وسياسة والتعمير وسياسة المدينة نتائج أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بملف دفاتر التحملات، واعتمدت الحكومة توصية اللجنة القاضية بتمديد العمل بالدفاتر التحملات القديمة إلى غاية نشر دفاتر التحملات الجديدة في الجريدة الرسمية، وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة على الدفاتر الجديدة باعتبار أن مضمونها في العموم جيد.